خلينا نبدأ بنادينا النادي الأهلي. النهاردة طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيواصل استعداده وتدريباته من أجل ضربة البداية في مشوار وبطولة جديدة، السوبر أو الدوري الأفريقي. إن شاء الله النادي الأهلي هيشارك فيها ممثلا عن مصر كالعادة. حضراتكم عارفين البطولة بتضم طبعا، أو بطولة السوبر الأفريقي بتضم 8 أندية من دول مختلفة، أفضل الأندية، نخبة أندية كرة القدم الحقيقة في القارة الأفريقية. مران النادي الأهلي امبارح الحقيقة شاهد انتظام الرباعي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الفرنسي موديست، وطبعا والتونسي محمد الدو كريستو، والمغربي رضا سليم. يتبقى بس اثنين من المحترفين أليو ديانج وعلي معلول اللي بيتواجدوا طبعا مع منتخبات بلادهم على مستوى المنتخب التونسي ومنتخب مالي في فترة التوقف الحالية. بكرة إن شاء الله النادي الأهلي لعبته إن شاء الله كل التوفيق. عندنا لعيبة بتلعب مع منتخبنا دلوقتي إن شاء الله هتنضم للنادي الأهلي في مران الغد إن شاء الله، يا رب كلهم يرجعوا إن شاء الله يعني كسبانين سالمين بإذن الله. خلاص بنستعد بشكل كبير جدا لمباراة قوية الحقيقة، مباراة أمام طبعا فريق سيمبا التنزاني اللي يمكن اتكلمت مع حضراتكم الحلقه اللي فاتت وقلت ان فريق سيمبا التنزاني مش هو سيمبا بتاع الثلاث سنين اللي فاتوا، لا في تطور كبير جدا جدا على مستوى الفني على مستوى اللاعبين، عنده اكتر من 13 لعيب محترف في منتخبات كبيره زي منتخب الكاميرون ومنتخبات ساحل العاج، وعندهم لعيبه دوليه على مستوى المنتخب التنزاني. وبالتالي ان شاء الله تكون مباراه يوفق فيها النادي الاهلي في ضربه البدايه وتكون بدايه ان شاء الله للحصول على هذه البطوله. زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي او نجوم النادي الاهلي يوم الاربعاء اللي جاي يعني ان شاء الله باذن الله دي مباراه العوده، ان شاء الله يوم يعني هيرجعوا بطياره خاصه ان شاء الله. ان شاء الله هيكون رئيس بعثه الفريق الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ويعني بنتمنى لهم كلهم الحقيقه التوفيق في هذه الرحله والعوده منتصرين ان شاء الله.